المرأة التي كانت لا تصلي ولا تصوم هل عليها قضاء الآن بعد أن تابت؟ عليها التوبة إلى الله والصيام في المستقبل والصلاة في المستقبل، أما ما مضى فما مضى وهي لا تصلي متعمدة ليست على الإسلام، ليست على دين الإسلام، وإنما دخلت في الإسلام بعد التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة. نعم.